السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا بألف صحة وعافية إن شاء الله. مرحبا بكم معايا في وصفة جديدة اليوم في ظل هذه الظروف اللي تنعيشوها القاسية ديال هذا الوباء المتفشي. كنتمنى الصحة والسلامة للجميع، والله يرحم الأموات يا ربي، والله يجمع شمال كل الغائبين واللي مفرق في هذه المحنة هذه وفي هذه الأزمة هذه. الله يفك صرحنا كاملين يا ربي. فهاد الظل ديال هاد الظروف كنقلبوا كاملين على شي حاجه اللي ترفع لينا المناعه. شنو هي الحاجه اللي نقدروا ناخذوها اللي هي مغذيه وفي نفس الوقت يعني فيها فائده ولذيذه بنينه في نفس الوقت؟ عندي هنايا معكم غادي نديروا حشوه ديال الشعير. ها هو الشعير هنايا، يعني عندي بلبوله اللي هي رقيقه غسلتها حيت من داك الصفه. غادي نديرها بواحد الطريقه اللي هي لذيذه وصراحه اللي ما عمرو جرب هذه الوصفه هذه يجربها على ضمانتي. كان يعني متيقنه بانها غادي تعجبو 100%. غادي نبدا دابا وغادي نبقى نهضر اومنتوم. عندي هنايا طنجره ديالي اللي درت فيها شويه ديال زيت الزيتون، غادي نشعل عليها. غادي نشعل عليها وفي نفس الوقت نوجدوا الوصفه ديالنا. عندي هنايا البصله، واحد البصله اللي هي لا باس بها، طحنتها هنايا كيف ما كتشوفوا معايا. هذه بصيله مطحونه، قد ما كانت بصله كبيره غتكون مزيان، غادي تكون بنينه، غادي تجي بنينه. نشحر البصله ونهضر معكم على المكونات الاخرى. غادي نخليو ديك البصيله على خاطرها حتى تشحر حتى تطحي غير بشويه عليها. عندي البصيله، غادي نزيد على هاد الطريفات ديال الدجاج، هادو اللي بغى يديرهم اللي ما بغاش ما يديرهمش. هذا صدر ديال الدجاج. عندي كيف ما كتشوفوا معايا هنايا درت بصيله مشلضه، درت صدر ديال الدجاج. عندي المكونات العجيبه اللي بغيت نقول لكم اليوم اللي بغيت نشارك معكم. بالإضافة للشاعر كنعرفوه بأنه مقوي للمناعة، كل شيء الأطباء والناس ديال المختصين في التغذية كيهضروا على الحلبة. علاش اللي ما نبتوش الحلبة ونستفدوا منها يعني على جوج المرات؟ عوض نديروا الحلبة هكاك خضراء، وكاين اللي يعني كاين اللي كيتضعق من الريحة ديالها، نبتوها بطريقة اللي هي جد بسيطة. نبات ديال البصله الا ما فهمتوش قولوها لي، نعاود ندير معكم فيديو اخر ان شاء الله كيفاش درت ليها. جد عادي كنبيتها ليله في الماء، كنغسلها مزيان من ديك المبيدات ديالها كاملين والغبار وداكشي كامل، كنغسلها مزيان كنديرها في الماء. انا صراحه ما بيتهاش في الماء، درتها غير واحد المده هكا صغيره وحيدت منها داك الماء. طبعا ملحتو شربتو الماء اللي طلقت فيه كاع داك كيكون صفر. من بعد منين كتحيدي ليها الماء كتحاولي تغطيها مزيان، بلا ما تغطيها تديها في قرعه فارغه ديال طماطم ومركزه ولا قرعه ديال كونفيتير ولا اي قرعه، كتلوحي فيها هذاك بحال درتي فيها جوج المعالق راه يكفي، ما تعمروهاش حيت منين غادي تنبت هذه دابا راه شويه، راه تقريبا شي معلقه اللي درت هنايا ونبتات بهذا الشكل هذا. القرعه كامله غديروا فيها جوج المعلقات وغادي تغلقوا عليها مزيان وتحطوها غير في الثلاجه، ماشي ما ديروا ليها لا ظلمه لا والو، راه غير الثلاجه كافياها. هي كتنفس من هذاك شويه دلاغ اللي بقى عندها في القرعه، وهكا يعني كتنبت بهذه الطريقه هذه، كتنبت هكا راه تتولي المنافع ديالها مضاعفه يعلم الله شحال من مره. يعني رجعوا لغشيم الحلبه وقراو عليه في الاخر عند المختصين في التغذيه وغادي تعرفوا لاش كيليق، كينفع بزاف. وحتى الناس اللي كيتضعقوا من الريحه ديال الحلبه كتنقص فيه الريحه، يعني ما كتبقاش مجهده، وهكا كنتنفعوا من الحلبه اكثر، يعني اكثر من المنافع ديالها الا كليتيها غير هكا كحبوب. هذه الحلبه، وقلت علاش لا ما نبتش حتى هذه حتى حبرشاد. هانتوما كتشوفوا حتى هو بنفس الطريقه، انا راه ما درتوش في القرعه غير خنقته كيف ما كتشوفوا هانتوما، درت وحده على وحده هكا وخنقت عليها بالسلوفان. صافي خنقتها بالسلوفان حطيتها غير في الثلاجه. عندي هذه راه شي اسبوع وانا كنوجد فيها، كنخنقوها بديك الطريقه وتدريجيا كنبقاو نطلعوا عليها، ما خصهاش تنشف، ما كتنشفش. وقت ما بانت لكم نشفات
كنزيدوا عليها شويه ديال غير تنرشوها، ما نكثروش عليها الماء، الا كثرنا عليها الماء غادي تخمج، غير تنرشوها. وهو اصلا الا خليتوها تشربت الماء مزيان ما غاديش تحتاج الماء، يعني هذاك شويه ديال الماء اللي درتو فيها غادي يكفيها. غادي نشحروا مزيان هاد البصيله ديالنا حتى تطيح، هي وداك هي وديك الطريفات تاع الدجاج. غادي نضيفوا ليها الحلبه، انا الا قلت لكم هكا كناكلها هكا خضراء كناكلها، كنقدر نديرها في سلاده كناكلها مزيانه هكا خضراء، يعني جد جد مهمه وجد نافعه. الناس اللي كضرهم المعده ولا يعني اللي عندهم عسر الهضم ولا، ولكن حذاري الناس اللي عندهم الكلاوي واللي عندهم قصور كلاوي، والناس اللي تيعانيو من الكبد، الامراض ديال الكبد يردوا منها البارح حيت هي راه سخونه شي شويه. مهم غادي نديرو هنايا الحلبه، الرشيم ديال الحلبه، الحلبه المستنبته. غادي ندير حبر شاد مستنبت. التوابل اللي غادي نحتاجو في هذه الحسوه هذه مليحه، شويه تاع الابزار وراس الحانوت، راس الحانوت حتى هو ما نكثروش، راه غير شويه. غادي نتسنى على البصيله ديالي تطيح، غادي ندير التوابل. هانتوما نشحروا البصيله نقص الخضار، يعني كل المكونات طبيعيه، يعني حاجه زوينه. يلا هذاك الصدر ديال الدجاج اللي ما بغاش يديرو ما يديروش، اللي بغى يستغني عليه ممكن يستغني عليه بلا ما يديرو. نزيد هاد المليحه ديالي، الملحه على حسب الشعيره راكم عرفتوا، غادي يحتاج لينا شويه الملحه والبزار وهذا راس الحانوت. راس الحانوت احسن تشريوه، تشريوه من عند العطار كيعطيكم العشوب ديالو، كتقولي لي عطيني غير العشوب، كتمسحيهم مزيان من ديك الغره اللي فيهم وشمشيهم ودقيهم على يديك. الا شريتيه مطحون احسن ديريه في واحد شويه تاع الماء وكيستي داكشي التحتاني، الا كان فيه شي غبار ولا تراب ولا كيبقى لتحت كيتسفى لتحت. غادي نتسناو على البصله ديالنا حتى تطيح مزيان. قيلا راه بارك عليها طحت البصله عندي، غادي نزيد عليها هذا الشعير، هذه البلبوله رانا غسلتها مزيان حيت من داك السفه اللي كيبقى فيها. غادي نشحرها مع ديك البصيله حتى تولي لنا شويه ديك النكهه ديال البصله. صراحه بلا ما نتسناو غادي نضيفو رشيم ديال الحلبه. هذا يا جماعه انا راه غنقسمو على جوج، ما غاديش نديرو كامل هنا حيت غادي نشارك معكم وصفه اخرى ان شاء الله. بعد ما تشحرت لينا البصله وخدت لينا ديك البلبوله داك النسمه ديال البصل، غادي نرويو دابا بالماء طايب. غادي نديرو ليها مزيان الماء، خاصها بزاف ديال الماء، ما يخلعوكمش حتى كتولات الا كانوا في البلبوله، غادي كامل غادي تحل. هكذا غادي نقصو عليها دابا العافيه ونخليوها طيب على خاطرها حتى تطيب، راه تقدر نسد عليها نفس عليها بحال هكا شويه ماشي كلشي باش ما تفيدش ليا، ونخليها حتى تطيب عاد نرجعو نديرو لها الحليب. سلمت قلبي يا ربي لتغسله، رفعته لك من خوفي فأنت له، تعبت مني فكم أسرفت أتعبه، وعدت نحوك منهوكا لتحمله. الذنب يثقله والعشق يحرقه، فأين أمضي وحولي الوزر والوله؟ يا ربي خذوا إلي الآن إن به شوقا يرتل فيه
الحزن انتبهت له، فكل نبضة حب في ناظرة إليك ترجوك في شوق لتقبله، رفعته لك قلبا ملؤه أمل يهفو لترضي أشواقي وتنزله. بحثت في ليل قلبي عن سناء هدى فلم أجد غير بدر ظل منزله، ورحت مستقبسا نور السماء سناه